مرحبا بكم عند راشد ملحوت ولد عبيد رئيس جمعية حواتة بسوق بولارباح. كاين الحوت طري حاجة مزيانة وثمن مزيان، ثمن مسكين. كاين الكرامان 60 درهم، كروبيت 60 درهم، الروبيو 20 درهم، الشرن 300، سباكيتي 20 درهم، الصوف 50 درهم، الشرغو 30 درهم، السمطة 20 درهم، وكاين الطون 35 درهم، وكاين بوز زروف 35 درهم، والميرنا طرية 45 درهم، كاين الموصي 40 درهم، السرجال 10 درهم، وكاين التقاوى 20 درهم الكيلو، حاجة مزيانة. معكم حسن الكزار، حي جديد، مرحبا بكم، أثمنة مناسبة، اللحم بقري داير 65 درهم. والغنمي تا هو 65 درهم، ديال الكبيده دايره 120 درهم، المخاخ تنبيعهم ب 40 درهم، الكفيته تنبيعها ب 80 درهم، ريجيم مليحه سلعه زينه ديال العجل. المهم ما كاين غير المليح، التقليه دايره 500، لحم الراس تنبيعوه ب 900، اللي خصو شي حاجه ما يحلكم هذا. معك رشيد الخطار في سوق بلسخ بولا ربعها، مطيشه 4 درهم، السيترون 6 درهم، الخيار 8 درهم، الفلفله الدراغو 12 درهم، الخضره 8 درهم، الشفرون 7 درهم، الخوخ 2 درهم، البطاطا 3 درهم، خيزو 3 درهم، النفيته 6 درهم، القرعه 7 درهم، الدجال 8 درهم، الفول 5 درهم، الجبن 10 درهم، البطاطا حلوه 12 درهم، البسباس 6 درهم، القوق 12 درهم، القصبيه 12 درهم، السوريه 6 درهم، بالنسبه للبصله كركوب 6 درهم، الحريب 2 درهم، اللوبيا 20 درهم، البريكولي 12 درهم. ومرحبا بكم وشكرا.